الأمن اللي هو الهجوم مع باسم محمد رضا في محاولة تقديم الكرة لفلاحي بارسو إلى من فلاحي بارسو عدل النتيجة فلاحي فارس يعدل النتيجة للنفاق في الدقيقة 26 بعد عمل جيد من عباسي ثم لفلاحي وأنصار وفاق فوق مدرجات ملعب مصطفى تشاكا فلاحي فارس يسجل الهدف العاشر له في بطولة القسم الوطني